الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل صلاه الجماعه، بعد أن ذكر الأحاديث الدالة على فضل صلاة الجماعة وعلى بيان وجوبها، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أثر عظيم وأثر مبارك، عليه أثر النبوة، ولذلك قال أهل العلم، وهذا مشاهد، أن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه من أشبه الناس إن لم يكن أشبههم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد في كلامه النور والحكمة، وتجد في كلامه نور النبوة. ومن ذلك هذا الأثر العظيم المبارك، فالذي لا يعرف أنه من كلام ابن مسعود قد يظنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقرب مخرجه من مخرج ومشكاة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، فكلما كان الرجل أتبع للنبي صلى الله عليه وسلم كان به أشبه. وهنا في هذا الأثر العظيم يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلماً، يعني يوم القيامة، من سره أن يلقى الله مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. ودليل المخالفة في كلامه أن من لم يحافظ عليهن فإنه يلقى الله يوم القيامة كافرا، وهذه من أدلة كفر تارك الصلاة، وكفر تارك الصلاة أدلته كثيرة من القرآن والسنة وأثار الصحابة وإجماعهم. ومن ذلك هذا الأثر: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. فالذي يريد أن يكون مسلما يحافظ على هذه الصلاة، مفهومه أن الذي لا يحافظ عليها ليس مسلما، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، من ترك الصلاة فقد كفر بالله، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك، وهذه البينية تعني المفارقة بين الرجل وبين الشرك والكفر، ترك الصلاة. هنا قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. والسنة هنا في كلام ابن مسعود المراد بها الطريقة، وليس المراد بالسنة هنا التي هي يعني ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذه في اصطلاح الفقهاء، لكن المراد هنا بالسنة الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من ترك طريقة النبي ضل، فدل على أن المراد بالسنة هنا الطريقة التي يجب اتباعها. ولذلك قال بعد ذلك رضي الله عنه: ولو أنكم، قال: وإنهن من سنن الهدى، يعني الصلوات، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لضللتم. فسمى رضي الله عنه الذي لا يصلي في المسجد ضالا، لأنه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي طريقة النبي، فدل على الوجوب.
ثم بين ذلك أعظم بيان رضي الله عنه فقال ولقد رأيتنا، وهذا إجماع، ولقد رأيتنا يعني الصحابة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني عن صلاة الجماعة. الآن شوف الكلام عن صلاة الجماعة وليس عن ترك الصلاة كليا، ترك الصلاة كليا كفر، ويتكلم الآن عن ترك صلاة الجماعة، إنه قال ولو قبل ذلك قال ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، إذن يصلي لكن في بيته، قال تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم قال ولقد رأيتنا أي الصحابة، هذا رأي الصحابة جميعا، وما يتخلف عنها أي عن هذه الصلاة صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. إذن الذي يترك صلاة الجماعة عند الصحابة منافق، لأن كيف تحكم أن هذا الرجل يصلي أو لا يصلي؟ بالمسجد، يصلي في البيت ما ندري عنه في البيت، هذا بينه وبين الله، لكن أنا أحكم عليه بالظاهر، ما يصلي في المسجد نحكم عليه أنه ما يصلي، يصلي في البيت بينه وبين الله، لكن أنا حكمي الظاهر أنه لا يصلي. لم نأتي هذا من كيسينا، هذا من قول ابن مسعود، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. الصحابة يرون أن الذي لا يصلي في المسجد منافق، ثم يأتي أحد ويقول الصلاة في الجماعة في المسجد ليست واجبة. نأخذ بكلامك ولا كلام الصحابة رضي الله عنهم؟ كلام الصحابة أولى منك، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، فلا يصح أن نضرب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة بكلام أحد جاء بعده. فهنا كلام صريح من ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قال وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ثم قال رضي الله عنه مبينا حرص الصحابة والسلف على صلاة الجماعة، قال ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين، ما يستطيع أن يمشي، رجل عن يمينه ورجل عن شماله حتى يستطيع المشي ويأتي لصلاة الجماعة. قال ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. والآن الواحد منا على أدنى مرض أو أدنى تعب وجده عذرا فتخلف عن صلاة الجماعة، بينما الصحابة رضي الله عنهم وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرجل يهادى بين الرجلين. الرسول جاء إلى المسجد ويهادى بين الرجلين، النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في مرض موته الذي مات فيه كان يؤتى به إلى المسجد يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، كذلك كان الصحابة بعده يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وحتى لا يترك صلاة الجماعة. ثم قال رحمه الله تعالى، قال في رواية الأخرى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. إذن الصلاة التي يراد بها الجماعة هي صلاة المسجد، وأي مسجد؟ المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس، المصليات، الاستراحات، المجالس، المزارع، لا تعتبر صلاة جماعة، لا تعتبر صلاة جماعة، وليس لهم أجر صلاة الجماعة إلا إذا كانوا بعيدين عن المساجد. إذا كانوا بعيدين عن المساجد بعدا لا يسمعون فيه النداء فتحسب لهم صلاة الجماعة، أما إذا كانوا يسمعون النداء سواء كانوا في استراحات في مجالس في مصليات لا يفوزون بهذه الفضيلة، كما قال ابن مسعود وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. فإذا هذا حكم واضح وهذا أثر عظيم بيّن فيه ابن مسعود رضي الله عنه هذه الأحكام المهمة التي يجب على كل مسلم أن يعتني بها. ثم ختم المصنف هذا الكتاب هذا الباب قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا فيه وجوب صلاة الجماعة، وأن من ترك الجماعة في المسجد يعني لو تركها أهل قرية لم يصلوها استحوذ عليهم الشيطان، وإذا استحوذ الشيطان أوردهم موارد الخسران، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله
أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث: فعليكم بالجماعة. والجماعة المراد بها الجماعة في المسجد، والمراد بها الجماعة التي مع إمام المسلمين، لأن الجماعة قوة، قوة في المسجد وقوة في السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، كل هذا قوة لنا. قال: فعليكم بالجماعة. ثم قال: فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، أي البعيدة عن القطيع، فإذا بعدوا عن القطيع أكلهم الذئب. وكذلك الناس إذا ابتعدوا عن الجماعة استحوذ عليهم الشيطان وأوردهم موارد الخسران. نسأل الله السلامة والعافية. هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.